فاخروا عنا واحدة من تحمل الجيد الوطني. اليوم لاحظت أنا منين تكلف تلميذية عنها تعدل سكتش للعيد الاستقلال، والله تكلف عنها تقني العيد الاستقلال، يقال هذا لا مراد المدارس قاعد يتحثاك ما هو مهم خلي عنك. هذا الحقيقه نحن نتكلم بكل تواضع بكل عفويه، ياك اذا من برنا نحن ذاك اللي نقول نبقوا هين هبيه اللي انا نقد نعود انا دريك عاد نقولها للابناء الصغار نقول لهم بدي هذا ما هو مهم بها للمدرسه اذا قابلتكم فهمتي اللي قاعد ما انا بقول لكم كل صراحه بيا اللي ما تليت ملاحظه الجديه اللي كانت موجوده عندنا اصلا في الجديه الموقوع واقع ضريك في القضيه. انا ما نقد نعود انا كنت اصلا ندفع اياك نحضر فيها ونعود ذاك الجد اللي كان موجود مات له موجود الحقيقه وهو اللي ودع عنا. نبقي تنقبض القضيه بعين الاعتبار وتندار لها نقوشات حقيقيه ياك يسطع الضوء اللي نحن ندوره ويربى جيلنا على ذي القضيه وتعود مهمه عنده وتعود فيها برامج تنقبض بدل ما نحانوا الشهر اللي فيه عيد الاستقلال نعودوا قابضين بذريه الشهر مدة قابضة برنامج للمدرسة عنها تعود تهيئهم ياك يعودوا على المنبر. أنا دريك الأطفال اللي الصغار اللي عندي ما سمعتهم يكون شادين أخبار عنك يعيد الاستقلال يتعود عطلة. هذا بكل عفوية هذا الحق مدة تعود في منبر تتكلم عن الأمور إياك نعدلوا إصلاح ما نعدلوا ما نرشوا القروض على المسائل اللي نحن نعانوا منها. لا يلا نتكلموا بكل عفوية وبكل صراحة إياك ذاك اللي نحن شادين أخباره في البيوت ونشمئزوا منه عنه خالف نطرحوه على المنبر إياك يعالج خصوصا أنه منبرنا وخاص بينا ما شايفنا حضران الحكومة حق بعد ديك ماني معاك فيها ديك لا تكرينا نحن فيها نحن متكلمين بكل صراحة لأننا نعرفوا عن هذا مسجل لا إياك شوفوا المواطنين لا ديك ما ندورها نحو من نعود بيننا وبينك الصقع اللي نرجع للبيوت نحن ما ندورو شي بيننا وبينك زين عندي فعلا الفكرة واستهواتني وهنا مشاهدة معايا وداد مت محمد فاضل تقول انها تتمنى لموريتانيا عيد سعيد وتتمنى تخليد الكثير من الانجازات وتحقق الكثير من المطالب للنساء وخصوصا المطالب السياسيه والثقافيه وخاصه ان حضور المراه كان قوي في الانتخابات. شوي تربط لي وداد بين الانتخابات وبين عيد الاستقلال. هنا لهي نرجع لك يا استاذه سلم، انتم كم مجتمع مدني اكيد الدور تتقاسموا انتم والدولة والمجتمع ككل في تعبئة المجتمع وتنشئة الجيل على مفاهيم الوطنية. إلى أي حد قاع مؤشر الوطنية ماشي في تصاعد والله تنازل من درجة مفهوم الوطنية ذا اللي نجسده اليوم ونعيش الفرحة به في 28 نوفمبر من درجة كانوا حاضر كانوا غايب. إيش تعني لك موريتانيا؟ إيش يعني لك العلم؟ والله ذا اللي فرخة عندك كامل قولي ذا الحقيقة. تبارك الله نقول الحقيقة عن الإمارة تبارك الله الموريتانية عنا ماتين على المستوى فتبارك الله بعد قاع فاهمات واللي طلبنا كامل الحمد لله واللي بالاداه من الطفله تكلمت في اخبار السياسه. هذه وداد ربطت لنا بين فرصه انه تولينا شكرا ان شاء الله عليها دولتنا على اللي اعطتنا الفرصه اللي اعطت اللي عليات وما زلنا ندور المزيد. معنا لينو حتى احنا معنا المراه. رايك صافي فرصه طلبي كمان باقيه. المراه تعرفين اعطيها الشبر الطامه اعطيها ذراعة الطامه حتى احنا زاد فتبارك الله اللي اعطانا قار فينا يا غير ما زلنا ندور المزيد ندور الوصول ما زلنا للقرارات وما زلنا ندور الوظائف الطافلات اللي قراوا وعادوا عندهم دبلومات عندهم المسائل كانوا عليات ما بصفتهم احنا تبارك الله من الاستقلال عليله. وطافلات قرا عندنا تاريخ ومشاو شغل الخارج ولا بقى نوع من 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 ما بقى نوع من المؤهلات ولا الشهادات الشهادات نوع من الشهادات هي اللي انطرق بها العاد عندهم شهادات عندهم دكتوره وعادوا طبيبات وعادوا ما بقى نوع ما عندهم عادوا مهندسات وعادوا فتبارك الله حركوا الطياير وعادوا ما بقى مجال ما عادوا متخصصات فيه معناها عن ذاك ان نطلبوا اكثر. احنا كانوا ديك الساعه تعرفي كانت خالقه قاع ديك الساعه ايسا تاكن راهي اشتغلت هنا ذاك وجات وكانت عندنا فيفي من تفويجي وكانت عندنا يرحمها رائدات في المجال اللي هو فتبارك الله وحقه ياسر معناها ان احنا ما ندوروا اللي حققنا يكون انت ملا زياده اكثر ان شاء الله ندوروا احنا تي قاعد عندنا شيبانيات حتى انا وزميلتي غير طافلاتنا الحمد لله شيبانيات الحمد لله مناتنا الحمد لله عادوا ما شاء الله عندهم
انتم دي دبلوم سيدي وللمحجوب. سيدي وللمحجوب هنا اقترح فكره وعجبتني جدا، قال يجب على شرطه المطار ان تتحقق من اي مواطن خارج البلد هل يحمل علم وطنه أم لا، خصوصا أن الجالية هنا في الكويت قالبية البيوت الموريتانية هنا أمامها والله في صالوناتها، في صالوناتها أعلام الوطن، وهذه الفكرة تبناها أحد الجالية في الكويت وتم تصديرها لبعض الجاليات في قطر. أي بيت ما فيه علم موريتان ما نقبلو نتعشاو فيه ولا نقبلو أهلو ينادونا. أنا فكرني كيف لا تكتشف يا أخي أنهم دايرين والله ما دايرين، وسابق ما تقبل العزومة وما عقبها. هاي فكرة، فكرة نحيوا عليها هذا المشاهد من جمهورية الكويت. ولهي قبل ما نرجع لك لهي نقرأ ملاحظة، والله اقتراح اقترحته زينب بنت القزالي. زينب بنت القزالي تقول على انها هي موريتانية ساكنة في دكار، وانها يهمها جدا هذا العيد، ومهم عندها جدا ان العليات الموريتانيات يحسوا بحضن الوطن ويقدروه ويدعوا لأوطانهم بخير ويخلوا عنهم المسائل اللي ما ترقب وطنهم. لكن صحون لين جي كنتش ولا نعرف قاع علاش حايز عليك كنتش على السلم. مرحبا بك. درصيك المسائل اللي ما ترقب وطننا، والله ما تخلي وطننا يزدهر. وذي المشاهدة زينب بنت القزالي من دكار اللي تكونها ساكنة فهم تبقى الموريتانيات ينتبهوا لها. ولين نرجع شوي نقضون احنا العليات خصوصيتنا شنهي مثلا ندرى، كانها تعني بها تبذيرنا، كانها تعني بها عدم نضجنا داخل بيوتنا، كانها تعني بها عدم وعينا نحن السياسي ووعينا الثقافي. تفضلي. شفتي انا ما نعرف ذاك الفكر اللي عند الاخت اللي ودها تعطي ذا الاعلان هو شنو، هو ماني معاه هياك نعرف هي ذاك اللي تشوف وحده المصدر، المصدر الاساسي عندها ما نقدر نجاوبك بالضبط عن ذاك اللي تعني هي بالقضيه، ولكن انا عندي حق الكلام فنقول ذاك اللي نبقي انا نقول عند العليات يلا تم يعدلوا ذاك اللي يتلموا. وانا الحقيقه العليات بالنسبه لي فخر، لأن العليات عادوا واعيات، عادوا مثقفات، عادوا عندهم طموح حقيقي في جميع مجالات الحياة. وفعلا ساعدنا الحمد لله الجو اللي نحن فيه، وساعدنا النجاح السياسي اللي لحقنا عنا. عادة العليات تطمح بزيادة بدل من نقصان في الأمور اللي كانت تدور. نرجع قبيل القضية سمعتك تكلمتي عنها وهي الروح الوطنية، شن هي عند النساء مؤشرها ليك ما نقدر نتخطاها الروح الوطنية أساسية عند الرجل والمرأة، ولكن يانا نلاحظ عنها الشد هي عند المرأة من الرجل، لأن الرجل بناه رب العزة على الصفة، وبن المرأة على الصفة. المرأة فيها حنية زائدة، فيها ودية زائدة، فيها التزام زائد، فيها دقة زائدة في جميع مجالات الحياة. هذا الشيء قسم لها رب العزة به ولا لا 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 ما فر منه. بالنسبة لي عن قيمة عيد الاستقلال عند المرأة، الشد عندي عنه ومن الرجل، ولا نرجع لذاك اللي قلت قبيل به اللي التكرار لا داعي له. وعلى اساس انه اشد نبقى هون نعرجوا على دور المراه اللي لعبته في المقاومه، دور التعبئه، دور شد العزيمه، دور تشجيع الراجل على اقتحام مجال التضحيه والتحدي، اكيد كانت وراه عليات. حتى تفضلي في ذاك المجال حتى مجالات هي لا يوجد رجل عظيم الا وراءه امراه، ومتاكده عن ما سقطوا رجال دفاع عن هذا الوطن يكونوا وراهم نساء مشجعاتهم على القضية ومعاوناتهم على القضية ومثامراتهم على القضية، ولولاهم ما حققنا ذا الإنجاز. الرجال وحدهم ما يقدروا يحققوا شو، ما دام الرجل العسكري اللي موجود في التعب في قسوات الحياة منين يعود منين يجي، ما يجبر مرأة مشجعته عنه ذا المعدل تاج لها ومفخر لها وشي يحتذى به، ما يقد يرجع للقضية اللي جاي منها يكون بتشجيع من المرأة. هذا بالنسبة لي شأن مهم، ومن قضية عن الروح الوطنية مهمة عندنا، واللحمة الوطنية مهمة عندنا، ونحن قطع عندنا مبادرة أنا وزميلاتي ينقالها الوحدة الوطنية.
خلي عدناها في اثناء ذيك التفككات الخلق والحرائق اللي خلقت في الكتب، وصبحنا فم ياسر من المشاكل اللي هي بدا في وطننا ونحن في قناع عنه. صحيح. ولا نبقوا، عدنا ذيك المبادرة وقلنا عن الجميع المواطنين الموريتانيين يعودوا جبل ما يهزوا ريح قدام أي تيارات الحياة وقدام أي العوائق وقدام كل شيء يخلق، ونبقوا عنه منين يتم يخلق عيد الاستقلال، يعود خالق منابر ثقافية استراتيجية مهمة يداور فيها تداول فيها ذي القضية، أهمية عيد الاستقلال وأهمية الوحدة الوطنية قبل الاستقلال. ما دامت الروح الوطنية موجودة والوحدة الوطنية موجودة يكون الاستقلال أهم 1,100 مرة من اللي كان به. لا استقلال دون وحدة وطنية دون روح وطنية. زين اكيد هون الصالح هنا نضبط شوي، وخصوصا ان ما عندنا ياسر من الوقت حتى هنا رجعوا هون للروح الوطنيه وناكدوا عليها دوما به اللي هي الاساس وهي المصدر لوجودنا وتنامي وطننا. تفضلي في ذا الاطار استاذ سلم. هذا الاطار قطعا عن المواطنه هي الاولى كاع لاي قلت هو بعد كاع حد وطنه ما لاحق الشيء فرض عليه يعود مدافع عنه بصفة حقيقية. ونحن تي العليات ما قطعت يكون نحن تي هما تي اللي ما يقدر ينجح قاع شي ما هو بالعليات. نحن تي هما تي الأكثرية. ونحن تي هما. ولان ونواو طبعا. نحن تي الحمد لله في الأسرة منظماتها. ونحن تي ما شاء الله إلا قصنا المكاتب هما اللي ذاك اللي ينعدلوا المكاتب مضبوط، ونحن تي هما تي المربيات رحيمات بالمال العام. ونحن تي ما تبارك الله المال العام ما قد تشتغلت امراه وشقر عليها شي فاخبار رحيمات بالمال العام. وذاك نبتلا وكلفت بروايه عادها احسن ما يرى ما شاء الله. ومعنى المواطنه مثلا تعود ما هي عند العليات ما هي عند الرقاش، هم اللي يطبقوا هم اللي يقروها هم اللي يعدلوا فيها يزرعوها فيه هو قاعد يراجل والله ينسوها منه كامل. باللي من يعود العليات ما هم ما له يصلح شيء، باللي هو ما الاسره قاعد متكونه منه الا المراه هي الاخته هي الام بعد قاع وهي المنت وهي زوجة. اذا عندنا كامل من تعود المراه الحمد لله واعيه ذاك واعيه للمواطنه واعيه عنها وطنها هو الاول. دار ما شاء الله الاسره كامله، الاسره هي الدوله وهي هي المجتمع وهي كل شيء. انا عندنا هون الصلاين نرجع شوي نعدلوا شبه دار بشبيتوتية على قضية الاستقلال. نحن هون نحتفلوا بالاستقلال، الشيخ لك في الديار في حد منكم يذبح يوم عيد الاستقلال مثلا؟ لا 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 بدين حقيقة معنا الله معنا الله شنو زي الطاجين خاصة بالاستقلال ذاك اللي نقول كلا الحقيقة. نحن هون على منبر ويالتنا نعودوا لا نقولوا الحقيقة ذاك اللي يخليكم من نمثلوا الشعب ورانا ونمثلوا مد ورانا تكلمنا عنها، وعلى الاقل بعد ما نزوقوا الامور اياك نعودوا نمرقوا عن نطاقها المعين بكل صراحه وبكل صدق. ذبيحه ما يلي تخلق به اللي بعد ما هي معقوله كاع الحقيقه. بالنسبه لي اليوم الاستقلال يلا تمد تمرق عن البيوت، وذبيحه الى خلقت لي نقعدوا في البيوت نحن نبقوكم تمرقوا راني بامنك هالي نبقيكم تمرقوا وتنعتوا عنكم فراحة وتنعتوا عن ذا النهار زين عندكم وتنعتوا عنه مهم عندكم وتنعتوا عنه يرباوا جيال عن لبات ولمات وجدود ذا مهم عندهم وضحوا من اجله وتعبوا ما يمشي وقعطا والقالي والنفيس في ذا النهار اللي مهم. ولا يلا تنقعدوا في البيوت وتما لا نعليها لكم عني ما نبقيه يعود عطلة، نبقيه يعود لا يوم عمل غير بدل من عمل إداري يعود عمل فرحة. فرحة شنهي؟ منابر احتفالية هذا احتفالات راجلة من مقرات العسكرية ومن مقرات ليك تخلق يقا نبقيها تنزات ويجي عني حق لي عني نطلبها لا تنزات نبقيها لا تنزات ونبقيهم عنهم يعود ذا مديور في البرنامج كامل عنه يوم الاستقلال يالطو لا يقدر بكل تقدير الحقيقة. مو اللي كيف قلتي انت كان يطوجن فيه فعلا يطوجن به اللي هو الفاتح الان باب ان احنا عراجنا على الاسرة ولا بدنا نجيبوا شوية والله 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 عندك الحق الحقيقة يطوجن فيه به اللي هو الفاتل ويعد عطلة والعطلة دائما لا تتم لها فضة يطوجن بها ويعد البيشي ويحسوا التركة عنه البولهم ما يشتغلوا اليوم بهم اللي اليوم عيد الاستقلال وفعلا تخلق لمسة عائلية ما كانت موجودة في أيامات السنة كاملة.
لانه مقعود فيه في الدار ومعروف. والحقيقه نفتخر ملي عن تخلق رقابه للشاشات التلفاز، فشلاه هي يخلق يوم الاستغلال من الصباح الباكر. هذا انجازك حق التلفزه الموريتانيه ضمن انجازات الحقيقه أخرى. الحقيقه الحقيقه التلفزه التلفزه تاج مفخر لنا، تاج مفخر لنا. وعني فعلا انا لاحظت عن عيد الاستقلال نعطات له اهميه في شاشه التلفزه اكثر من كان. وعدنا نوعه في الصباح الباكر اياك نشوفوا ذاك اللي عدر شنو، ذاك اللي خلق من الاحتفالات شنو، ذاك اللي خلق من الانجازات شنو، من الانجازات على العموم به اللي يخلقوا فما تياها لقاءات، يخلقوا فما افلام وثائقيه من اللي خلق على طيله السنه من الانجازات. وعندنا الحقيقه الشعاد يقدم في التلفزه من الانجازات اللي نحن نفتخروا به كاملين كاملين. وزين عندنا يونعتنا كان فايتنا ونشوفوا في عيد الاستقلال الحقيقه، واللي قاع حسينا بها رانا لا ينزاد نشوفوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ونحن في الدقائق الاخيره تفضل يا استاذ سلم اعطي كلمه اخيره. علياتنا القديمات اللي ضحوا من اجل موريتانيا ومرقوا ولا بقوا ولا قعدوا، ونوجه لهم تحيه من هون من هون تحيه من هون من نواذب وباسم البرنامج اللي هي ايساتا كان وخالجتهم احمد يرحمها ان شاء الله، ومنت احمد عيشه وفيفي من تفويجي وغيرهم من النساء وناها من سيدي صحفي ام اللي طبعاً قادره طبعاً. اللي ما والله ان شاء الله وفاطمه السويدات ابو المراه قبل تبكسي ومباركه مثل البراء هذو عليات وغيرهم ذوك العيات الكاملات اللي قدموا ياس التضحيه لموريتاني في الاستقلال وقدمونا فتبارك الله ياس من شيالتنا احنا نعود وجه مشرق للمراه ياتنا نحن نعود يعودوا قدوه ونعود نسالبينهم ذاك المسار الكامل اللي عدروا في موريتانيا. وشاكره حتى شاكره البرنامج وسلم عليكم. نتمنى ان شاء الله عيد الاستقلال مبارك للكل ان شاء الله. ان شاء الله. ليت اعطي كلمه اخيره قبل لك نشرك المتفاعلين معنا عبر الصفحه. هنا كثير من المهنئين بهذه الذكرى العزيزه على قلوب الموريتانيين، كيف ما اقترح احد المشاهدين من جمهوريه الكويت انه يعود شرطه المطار تتحقق من وجود اعلام وطنيه رافدين هالمسافرين، وفما تياها مرفوعة في والله مديورة في صالوناتهم، هنا تياها العالية من تحمدناه، العالية من تحمدناه تقول على انها هي تاجرة وتمشي شور الصين. وان اكثر شيء يألمها انه جميع الموريتانيين والتجار فهم ما عندهم اي اهتمام بالعلم الوطني ولا هو حاضر في اذهانهم، وهذا عار ولا باقية تجحدوا. نحن ملي نختاروا اي شيء ما هو ذوك مشرف عن وطننا ينتبهوا له التجار والتاجرات اللي قسوا الصين واقتداوا بالمقترح اللي طارحينه جاليتنا في الكويت. هنا تياها عيشانة من تعب ديفال، عيشانة من تعب ديفال تقول انها تشكر القائمين على هذا البرنامج وتتمنى لهم ان شاء الله النصر ان شاء الله والتوفيق. تفضلي قولي كلمه اخيره نجل نلقي نظره على ذول المتفاعلين وانا اختتم. تفضلي. انا اللي نهني الشعب الموريتاني على العموم، ونهني ساكن تنواذيب على الخصوص بعيد الاستقلال، ونرجو من عند الله عز وجل عن ودومنا وللمسلمين اجمعين الرفاه والألفة والسكنة والروح الوطنية للجميع. ونقول بالخصوص عني هذا النهار وربينا عليه وكبرنا عليه وجازي عنا والدينا بأحسن المجازات اللي ربونا على ذي الروح الوطنية، وهذه الحقيقة التواضع وهذه الألفة اللي توقع واقعة فينا نحن الشعب الموريتاني ما هي واقعة في الشعوب الأخرى حقيقة وحكما. ونقول لك عني منين نعودوا في الخارج تشوفي أي صورة والله تسمعي أي أنشودة من أي يجي ومن موريتان تيل دمعتك بقرض ما هو قرضك وتعودي ما كنتي قاع متخيل لك عنك تقدي تتخمي بيه ولا عنك تقدي تتذكري بيك ذا اللي تشوفي من نزهات الحياة وذا اللي تشوفي من رفاهيات الحياة ما يقدي نسي في ذي الحصيات اللي موجودات هون وذا الشعب الموجود هون المؤمن الرؤوف الحنون اللي ما يقد حد يكون يتم يقدره وداروا عنه مفخرة للشعوب الحقيقة كاملة.
زين شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة نشكر شكر خاص مريم محمد الولي، قدمت ملاحظة للبرنامج نقراها إن شاء الله في حلقات قادمة. هون صفحة باسم المرحومة ديمي من تابة رحمها الله، نترحم عليها ونحن نخلد هذه الذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني. رحم الله ديمي من تابة، قنت للاستقلال، قنت لموريتانيا، قنت للمجد والفخر. نشكر صفحة أو محبي ديمي من تابة رحمها الله عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، مشاون ما شاء الله ياسر من أقاني ديمي لتخدم هذه المناسبة. شكرا جزيلا لهم، وشكرا لكل المتفاعلين معي عبر الصفحة. ونتمنى دوما أن تنعم موريتانيا بالنماء والازدهار، ولحظتها فقط يحق لنا كنساء أن نحس بروعة التحدي وبهاء الإنجاز. في نهاية هذه الحلقة شكر خاص لضيفاتي العزيزات جميلة من إبراهيم والهنان، ناشطة في المجتمع المدني ورئيسة منظمة غير حكومية. شكرا جزيلا لك على تلبيتك للدعوة وحضورك معنا. شكر خاص أيضا لسلم مت عبد المولى الأمينة العامة لمنتدى المجتمع المدني في ولاية داخلة نوالبو. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من اختار أن يتابع برنامج لكنا فقط. شكر خاص لطاقم البرنامج الذي شكر خاص لطاقم البرنامج الذي ساعدني على إنجاز هذه الحلقة، وهو من المكتب الجهوي للتلفزة الموريتانية بمدينة نوالبو. شكر خاص لخيرية السنيم وفندق كاسادو الذي احتضن هذه الحلقة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.